انت على علم باللي قاله الدكتور؟ لا خالتي حشا والله ما ادري عن شيء. يعني ما حسيتي فيه متغير؟ ما فطنتي شيء؟ ما لاحظت شيء. لا اصلا هو ما تغير علي. اقول بنيتي يعني ماكو اي شيء الا لازم تكون له مقدمات. ما قط شكالك من شيء او قال انه متضايق؟ لا عمي، وانت تعرف عبد الناصر كلامه وايد قليل، والفتره اللي طافت اصلا ما نتكلم مع بعض، نتكلم بس بامور تخص البيت وسلو الحارث. وانا اصلا انام هو للحين ما سرى من الديوانيه. زي ما عرفت الديوانيه اللي يروح لها؟ لا عمي والله ما ادري، سلو سطام يمكن يعرف. دقوا عليه. الله يحفظك. سطام وينه؟ سطام بالعذر يلا يلقط الخط نقدر نكلمه. يعني ما تسألينه وين يروح وين يجي من يماشي؟ بلا غلطي والله أسأله بس هو ما يرد علي، كله يقول لي عند ربعي وبس. وبعدين أنا أنام مبكر وانتو تدرون عشان أودي الأهالي المدارس الصبح وروح دوامي، هو يكون توا نايم ما أشوف إلا حزة الغداء، وساعات أصلاً ما يشتهي يأكل معنا، وساعات ما أدري إيش فيه كنا ميوعينا سنة ينهد على الأكل هد. ما ينعرف له يا خالتي والله ما ينعرف له. زين يبوي، أنا حاطي عليه أي بوادر ضيق خلق؟ والله يا عمي اللي عش حياته كذي بدون هدف أكيد بيضيق خلقه. لا لا حد يفتي، مو على كيفك، خليه قعد ويصحى ونعرف منه كل شيء. وبعدين هالموضوع ما بحد يعرف عنه أي شيء، بيناتنا يعني تم بيننا للممات.